والحشيش احنا نقطروا ورد زعتر حاجات معناها كليل اكليل هيك حاجات تفيد للجسد، لكن انك تحرق اعشاب ذره للجسد راهو الوريك تولي كحل، وحتى مش كحل اقل مرض كيما كورونا يصيبك، يعني ما فيهاش
ولا الكول نفس الحكاية، للكول يصيب زاد المعدة، المعدة وما تبعها حتى الرويرية البدن كامل. تخيل روحك انت تشد حيوان وترميه في الكول، في الكول كريمة، فهمت؟ في الكول يولي معناها يتيبس، يولي ما دونك احنا شنعملو؟ نشربو الحليب صحيته، نشربوا الحليب هيك هو، ولا الماء صافي، ولا اذا كنت تحب تشرب مثلا تاي ولا حاجه هيك اعشاب، لكن اعشاب مفيده وتغليها، فهمت؟ بشكل اللي تتحكم لك في مخك وتولي تسير فيك، لا معناها بالكيف، انت اللي تتحكم، انت سيد الموقف، فهمت؟ وعلاش فسرت لك الحكايه شنية و الغنيه ذي، اما كما قلت لك هيك يشرب خمرة وحشيش هيك معناها سواء دخان ولا حاجات تغيب المخ هيك يراو تمشي مباشرة، تمشي الأمراض وتمشي ياسر حاجات، معناها الله يرحمه الإنسان هكاك. ولذلك يحبب أنه يكون حي وأنه يكون ناشط وأنه يكون عاقل وأنه يكون فهم، معناها هو سيد الموقف، فهم روحه هو سيد الموقف. ولذلك شنو يشرب حليب، يشرب فيتامين سي، يشرب ماء تقطير زاد تاع عشاب كما قلت انا، ورد، زعتر، اكليل هكاك يبدا مثلا باش ينظف المعده نتاعو ولا حاجه، ولا باش حتى اوراق الزيتون باهين، معناها حاجات كيف هكاك يشربها وربي يوفق الكل. باهي انا تكلمنا في موضوع ان سوجي تابو، هو معناها العباد تغم عليه ما تكلمش فيه، وتقعد تسمع الغنية والناس، والغنية هيك عرضة لجميع معناها أصناف المجتمع بكامل الأعمار، يسمعها إنسان أدوليسون يمشي يتبعو معناها، فهمت؟ دونك أنا هيك علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا، نقترح الغنية هيك معناها اللي تدعو كريمان معناها لشرب الخمرة والحشيش ولا شنو، وحبيت نفسر اللي شرب الخمرة والحشيش وخاصة المكثر منه معناها اللي ياسر، فهمت؟ هيك راهو عبارة على تليف للأعضاء الجسد، وبعد التليف يجي ياسر حاجات، تصلب وفما انسداد وفما جلطات وفما كورونا وفما ياسر حاجات حاسيلو تنجر على الشيء هذا. ولذلك الإنسان ماذا بيه معناها كيف قلت لك ينشط روحو فيتامينات سي، جو دورون، جو دو فريز، كل غلال الكل. وحتى العشاء اللي كيفاش يعمل مثلا اوراق الزيتون اذا كان عنده دم ياسر، الكليل، الزعتر، خاطر يمسح نقول لك، مش تقول على خاطر هيك هكا ولا هكا، نقول لك للكول شد انت وحدك خذ التجربه، للكول يبس مثلا الحيوان اللي موجود فيه، حط فيه حيوان وتفقده بعد شهر تلقاه يبس تليف، هيك يعمل لك يبس لك معناها اعضاء الجسد نتاعك كله باكمله بكامله، انه حتى الى درجه انه يولي معناها يتصلب، وكي يتصلب يعمل جلطات، فهمت اللقطه؟ وخذ ماء معناها عادي، الماء كالورد ولا كالورد ولا كالزعتر ولا كالكليل ولا حاجه، وتزرع فيه حاجه، تزرع فيه حاجه تنبت ولا تنبت، فهمت كيفاش؟ معناها انت عينك نزل، تحب تختار طريق الموت تختاره، تحب طريق حتى ولو بصيغه بطيئه معناها يبدا بشوي، ولا تختار طريق الحياه، فهمت؟ طريق الحياه كما قلت لك الفيتامينات هذيك نتاع لي جو، العصائر والغلال، كل شيء عصره، حتى خضر عصرها واشرب، فهمت؟ عادي هيك. حتى عملوا عصير البسيسه، يعطي بسيسه القمح يعطي بصحه، برافو هيك معناها في الحديد، اذا كان معناها زاد البسيسه تاع الحمص زاد فيها الحديد، بالباهي برافو عليهم، وفيها الحليب وياسر حاجات معناها مفيده للطفل. اما معناها يتم الانسان يتكلم في موضوع كيف هكا، ما يخليش معناها غيره يتكلم في عوده، فهمت؟ وينصح اطفاله وعباده وكل بهي، ربي مع الكل، ربي يوفق الكل وربي ينجح الكل. نجم تشرب زيت كما قلنا مع الجو دورانج، جو نتاع السيترون اللي هو اسيد و اما مش كميه كبيره ياسر، خاطر قارص بهي كميه خفيفه،
ربي مع الكل وربي الكل وربي ينجح الكل، معناها باش تحط شويه في السلطه حاجات بسيطه، مش تقعد دبوسه ورا دبوسه وتهز بالكاجوات ترى بالكاجوات، فهمتش؟ ليه تريف على السلطه؟ يا ربي مع الكل وربي يوفق الكل وربي ينجح الكل. الامل في السر، الامل في السر.